كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن جهاز مخابرات إيراني يشرف عليه ضابط استخبارات كبير مسؤول عن اغتيالات وتفجيرات بأوروبا هو من يقف وراء الهجوم الفاشل لتفجير مؤتمر المنظمة في باريس في 30 يونيو الماضي. وقدم رئيس اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين تقريرا يحتوي على معلومات جديدة بأدلة ومن مصادر موثوقة حول مخطط تفجير مؤتمر المعارضة في باريس واعتقال العقل المدبر لها الدبلوماسي الإيراني بسفارة إيران بالنمسا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس في بروكسل للكشف عن تفاصيل العملية التي أحبطت من قبل أجهزة أمن فرنسا وبلجيكا وألمانيا، واعتقلت السلطات البلجيكية خلالها رجلا وزوجته يحملان الجنسية البلجيكية وهما من أصول إيرانية، يحملان 500 جرام من مادة شديدة الانفجار وجهاز تفجير بالقرب من بروكسل.